التصوير اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده تصوير من قلب الحدث، كان النهاردة بعد صلاة الجمعة، وكان أول أيام العرض اللي أعلننا عنه امبارح في اللايف بتاع يوم الخميس. قلنا إن إحنا داخل علينا عيدين وعايزين نفرح معانا الناس ونقول لهم كل سنة والجميع بكل خير، بس بشكل عملي عملنا لايف، عملنا فيه 7 مفاجآت ومسابقة هيكسب فيها 10 أشخاص. أهم المفاجآت إن البيع جملة من أول قطعة وبنفس سعر الجملة وهدايا كتير كمان. والجوائز العشرة بقى يا سيدي كانت عبارة عن أسايم مشتريات هدية تبدأ من أول 100 جنيه وتعدي على 250 جنيه، والجائزة الأولى معانا 500 جنيه. واللايف وصل أكتر من 55 دقيقة، يعني قول تقريبا كده وصل لساعة، ولقيت بعد اللايف 1500 تعليق أسئلة عن حاجات جوه اللايف، يعني الناس مهتمة بس عندها عذر ومعاها حق إن اللايف ساعة بجد كتير. خليك معايا بقى بعد الفاصل ده هقولك كل الحكاية في 5 دقايق ويمكن تكون واحد من الكسبانين. يلا بينا. طب يلا بينا، اهلا بيكم من تاني. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، عايز اوضح قبل ما نبدأ واعرض لك ال7 مفاجآت اللي كانوا معانا في لايف امبارح، ان كان في فيديو حصرنا فيه كل شغل العيد والشغل الجديد، هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو ده، ومع الرابط برضو هتلاقي روابط التواصل معانا، وهتلاقي المواعيد والتليفونات واجابة اي سؤال تحب تسأله، وبرضو الاجراءات الاحترازية اللي لازم تاخد فكرة عنها قبل ما تشرفنا بزيارة في المكتب، وكل التفاصيل دي برضو هتلاقيها في نهاية الفيديو ده. ونبدأ بأول حاجة كانت معانا امبارح في اللايف، ان يوم الجمعة والسبت والحد البيع بسعر الجملة من اول قطع، بس خد بالك التنقية بتكون متاحة للاستخدام الشخصي فقط في حدود قطعتين للموديل، ما هو ما اعتقدش حد هيكون واخد حاجة لاستخدامه الشخصي ويكون محتاج ان هو ياخد اكتر من قطعتين في نفس الموديل. وتاني مفاجأة معانا النهاردة على كل فاتورة بقيمة 250 جنيه ومضاعفاتها ليك انك تاخد 2 بادي بنته رجالي هدية او بادي حريمي حمالة بواقي تصدير هدية، ده او ده، وهتظهر صورهم قصادك دلوقتي على الشاشة. غير متاح انك تطالب باستبدال الهدية، وغير متاح انك تطلب بخصم قيمة الهدية. وتالت مفاجأة معانا النهاردة، طبعا انتوا عارفين البث المباشر او اللايف بيكون على صفحتين الفيسبوك وعلى قناة يوتيوب المكتب، فاخر تعليق على اللايف من خلال ال3 منصات دول 3 هدايا لكل منصة فيهم، اخر تعليق على اللايف سواء على صفحة الفيسبوك دي او صفحة الفيسبوك دي او على قناة يوتيوب المكتب، اخر تعليق احنا طبعا هنخش في بث مباشر نعلن عن اسماء الفائزين على الطبيعة، فاخر تعليق في وقت ما هنطلع في اللايف ده ليه ياخد قسيمة مشتريات هدية بقيمة 100 جنيه. ونمرة 4 معانا النهاردة برضو على نفس ال3 منصات في عندنا 3 هدايا، كل هدية برضو بقسيمة مشتريات هدية قيمتها 100 جنيه على اكتر عدد مشاركات لللايف. وخلينا اقولك الجديد بقى، ان انت تقدر برضو تعلق على الفيديو ده وتقدر تعمل مشاركات برضو للفيديو ده وبرضو تدخل في السحب وتدخل في الهدايا. وخامس مفاجأة كانت معانا في اللايف، ان مشتركين قناة اليوتيوب حتى لحظة تسجيل اللايف وهو الساعة 10 يوم 29/4 البيع ليهم بسعر الجملة حتى يوم الوقفة ومن أول قطعة، مش هم لوحديهم، لا كمان لحبايبهم وصحابهم وجيرانهم وأي حد هم يوصوا عليه. وبرضو رقم 6 كانت معانا في قلب اللايف، ان ابرز معجبين صفحتين الفيسبوك، عايز تعرف انت منهم ولا لا اكتب اي تعليق، لو جنبك شارة ابرز المعجبين ودي اللي بيحطها الفيسبوك مش انا، دي بتكون نتيجة لكثرة التفاعل والمشاركة واللايكات والاعجاب. فبرضو البيع ليهم بسعر الجملة حتى يوم الوقفة، مش هم وبس، ده اصحابهم وجيرانهم وحبايبهم وبرضو اي حد يوصوا عليه. والمفاجأة رقم 7 في اللايف كانت مسابقة هيفوز فيها 4 اشخاص، الفائز الاولاني قسيمة مشتريات هدية قيمتها 500 جنيه، والفائز الثاني والثالث والرابع 3 فائزين كل واحد فيهم هيفوز بقسيمة مشتريات هدية كل واحدة فيهم قيمتها 250 جنيه. المسابقة عبارة عن اي حد هيشتري مننا جملة اونلاين او من خلال زيارة المكتب جمعة وسبت وحد هيخش في سحب عشوائي معانا، هنختار فيه الفائز من رقم 1 لرقم 4، وبرضه هيكون معانا سحب عشوائي ل6 فائزين اللي فازوا باخر تعليق واللي فازوا باخر واكبر عدد للمشاركات. وللمصداقية والشفافية هنخش في لايف على الطبيعة من غير ما نعلن عن موعد اللايف ده، يا هيبقى يوم الحد بالليل يا اما هيبقى اي وقت بعد يوم الحد، هنشوف مين هم الستة اللي عملوا اخر تعليق على صفحتين الفيس وعلى قناة اليوتيوب، وبرضو مين اللي عمل اكبر عدد ممكن من المشاركات، دول كده 6 فائزين، ومعانا 4 فائزين هيكونوا اشتروا سواء اونلاين او من خلال زيارة المكتب،
كل ده هيكون قدامكم على الطبيعة من خلال لايف بدون تحديد موعد للشفافية والمصداقية. وزي ما بقولها لك دايما، خليك سبب خير لينا وخير لغيرك، التعليق واللايك الجميل، وما تبخلش علينا بشير كمان. المواعيد من 12 ل 12 وبنقفل من الساعة 5 للساعة 8 عشان نفطر ونصلي. ما ينفعش تيجي 5 ل 5 وما ينفعش تيجي 12 ل 5 وتقول الوقت لسه 5 دقايق. العنوان 20 شارع الفيروز، أوله من ناحية شارع عين شمس. أقرب محطة مترو هي محطة مترو عين شمس، وأقرب علامة مميزة كبيرة هي سنترال عين شمس، وأقرب علامة مميزة صغيرة مشهورة تقدر تسأل عليها هي قهوة السلام أو مغسلة شعبان. إحنا بعديها بعمارتين. على فكرة التنقية عندنا غير متاحة لتجار الجملة. حقك طالما هتدفع فلوس تعرف الوان ومقاسات الصنف، لو عجبك يبقى غير متاح تقول عايز اللون الفلاني او مش عايز المقاس الفلاني، ولكن التنقيه بتكون متاحه للاستخدام الشخصي في حدود قطعتين للموديل. القياس عندنا غير متاح في المكتب، احنا مكتب جمله مش محل قطاعي. التبديل احنا واقفينه او الارتجاع من بعد ازمه كورونا عشان تكون شاري من عندنا الحاجه وضامن ان محدش غيرك هو اللي حطها على جسمه او استخدمها. الاجراءات الاحترازيه عندنا بقى زي ما انا لسه بقول، ما عندناش قياس وما عندناش تبديل ولا ارتجاع غير لا قدر الله للعيوب وخلال 48 ساعه من استلامك الاوردر. الدخول عندنا بشرط ارتداء الكمامه، واول ما بتدخل عندنا بنعقم لك الايد بالجل او الكحول. اللي عندنا الاسطح والمكان كله بيتعقم مرتين في اليوم بالكلور، واعزكم الله احنا فرشنا المكتب سجاد فخلع الاحذيه علشان السجاد ما يحويش حاجه تضرني او تضرك. اطفالكم هم اطفالنا وفوق دماغنا من فوق، بس من فضلك لو هيشرفونا بزياره معاك يبقى من فضلك حاول تسيطر عليهم ونحاول يكونون عندنا. لحد دلوقتي ما عندنا الصور، كل شغلنا متاح من خلال فيديوهات تقدر تتابعها على قناه يوتيوب المكتب او صفحتين الفيسبوك او الجروب. وبفكرك ان في الوصف بتاع الفيديو ده سايب لك كل روابط التواصل معانا والمواعيد والتليفونات واجابه اي سؤال تحب تساله، وبرضه سايب لك الرابط بتاع الفيديو اللي حصرنا فيه كل شغل العيد. اتفرج على الفيديو ده صدقني هتنبسط. وكمان عشان لما تجينا المكتب او تيجي تطلب اوردر تكون محدد انت عايز ايه، ما تجيش المكتب تتوه. ما شاء الله عندنا فوق ال 800 صنف، لو انت مش جاي محدد طلبك صدقني جوه المكتب هتتوه. وخلينا اقول لك كمان ان في وصف الفيديو ده هتلاقي الرابط اللي يدخلك على جوجل بيزنس لو حابب تخش تقيمنا وتقول رايك فينا بصراحه وبمنتهى الشفافيه. وبرضه هتلاقيني سايب لك رابط قناتي اليوتيوب لو انت لسه ما تعرفهاش اتفرج عليها، هتلاقي هناك مجموعه نصايح وفيديوهات تخص اي حد عايز يبدا يتاجر او عاوز يتعلم الملابس او التسويق. وكفايه رغي بقى لحد كده، كان معاك اخوكم في الله محمد عماره من مكتبكم مكتب اوتلت. كل سنه والجميع بكل خير، ويا رب قدرت ابسط ولو واحد بس منكم. تحياتي للجميع، سلام عليكم.